بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم في الجزء الثاني من شابتر 16 اللي بتكلم على الديسك ستوريج والفايل الوكيشن أو الداتا الوكيشن تكنيكس. كنا تكلمنا أنه أنا عندي أنواع الملفات اللي أنا بخزن فيها الداتا. خلينا نجمل بشكل سريع جدا انه انا فعليا الفايل بالنسبه للداتابيز هو عباره عن سيكونس اوف ريكورد، والريكورد عباره عن كولكشن اوف سيت اوف فاليوز، والفاليوز هاي بيكون هي عباره عن مجموعه من الفاليوز اللي بتميز كل ريكورد عن الثاني، وبناء على الفاليوز هاي بيكون الريكورد بما انه الداتا تايبس تبعتها مختلفه، عندي الديت، عندي النمبر، عندي الانتجار، عندي الفلوت، وكل هذه احجامها ثابته، لكن في عندي بعض الداتا احجامها متغيره زي الفار كاركتر، وبهيك صارت الريكوردز اللي عندي اما فاريبل لينث او فيكست لينث. قلنا تخزين الملف الداتا الريكوردز هذه في الملفات بتاخذ واحد من ثلاث ملفات، ثلاث انواع. النوع الاول الهيب فايل، انه الريكورد بترتب حسب ادخالها، يعني الريكورد الاول الريكورد تم ادخاله بيظهر في الاول، دائما الريكورد الجديد بينضاف على اخر الملف وكاني بعمل ابندنج. النوع الثاني من الملفات اللي هو انا فعليا بستخدمه من اجل او بسميه سورتد فايلز او الاوردرنج ريكوردز، انه الريكورد هاي بتتخزن تبعا لاوردرنج كي، تبعا لمفتاح ترتيب، مثل قلنا رقم الطالب، رقم الجامعي، رقم الهوية، أو أي أتريبيوت إحنا بنشوفه مناسب. وبهيك بتكون الريكورد بتظهر تبعا للرقم اللي موجود عندها. طبعا الآن عملية البحث أو عملية الإضافة على الهيب فايل سهلة، لأنه ضايع الريكورد الأخير، الريكورد الجديد بحطه في الآخر. ممتاز. وهذا الكلام بيعني انه انا فعليا محتاج انه اطبق اللينير سيرش من اجل الوصول للداتا الموجوده. كذلك لما انا بدي لما في موضوع الداتا فايل الديليت، قلنا الديليت في عندي مشكله فيها لانه حصير تترك عندي جابس، حلها بوحده من تنتين، اما بدي اعمل شيفت للداتا بالاتجاه اللي انحذف الريكورد اللي انحذفت منه، يعني في الاخر كله اقدمه للامام بحيث نغطي الفراغ اللي موجود عندها وهذه مكلفه، او بدي اعتمد الديليشن ماركر. كذلك قول لما تكلمنا على الاوردرد فايلز او السورتد فايلز او الاوردرد كي الريكوردز، قلنا عمليه الانسرت حتكون صعبه لان حضطر اوسع او اعيد ترتيب العناصر مع كل انسرشن، مع كل عمليه ادخال. طب ايش الحل لها؟ هذه حيكون انا فعليا انه ممكن اعتمد على هيب فايل مؤقتا واستخدم الوقت خارج الدوام عشان انا اقدر اضيف الداتا على في اماكنها، بحيث ان الترتيب بياخذ مني وقت. لكن في عمليه السيرش، عمليه السيرش فيري افيشنت او فعاله جدا، لان بقدر اطبق الباينري سيرش على الدات على الاوردرد فايل، واللي هو هذا دائما زي ما قلنا اسرع شغله في الوصول للبيانات. لكن هي فعليا مش الاسرع زي ما قلنا، لكن اسرع الشغلات اللي مرت علينا. لكن حنتكلم اليوم على الهاش تكنيكس او الهاشينج فايل. لما انا بتكلم على الهاشينج، يعني كلنا بيخطر على بالنا الرمز تبعت الهاش. لما انا بدي اتكلم على الهاش، معناته انا في عندي مجموعه من اللوكيشنز انا بدي اربطها بلعبه الاكس او عشان عمر كاش تنساها. في عندي مجموعه من اللوكيشن 9 نقاط معروفه كل خطوه وين بدها تروح، مين اللي بيحددها؟ الخطوه الاولى انا حطيتها، الان بدي احط الاو متاحه قدام كل الفراغات. اذا انا حطيت الاو في المنطقه هاي، معناته الخطوه التاليه بالاكس اما حتكون هان او هان او هان او يعني بين قوسين الاكيوبايد بليس انا بقدرش استخدمه. ممتاز. وهذا الهاش فانكشن تقريبا جاي من نفس الكونسبت اللي احنا بنعرفه. الهاش فانكشن او الراندومايزنج فانكشن هي عباره عن ميثود او فانكشن بتعمل جنريت لادرس، بلوك ادرس. ايش بتاخذ مني؟ بتاخذ مني هاشنج فيل، بتاخذ مني ارجيومنت، يعني بين قوسين لو احنا بنتذكر رقم الطالب الجامعي، ولكن في عندي طالب 1 2000 زي ما قلنا سابقا بالمثال، و17 او 2018 1 2 3 4 هذا رقم الطالب. رقم الطالب عباره عن ايش؟ عباره عن السنه، عفوا الجندر او الجنس، والسنه وسيكونس نمبر. هذول الثلاثه عمل لهم as argument، دخلنا لهم هذول بنسميهم مع بعض هاشينج فيلد. ممكن ابني على one هاشينج one attribute او one value، وممكن ادخل اكثر من argument.
الآن بدخل الآن الـ 3 argument الـ gender والـ year والـ sequence number على function تعملهم concatenate وبترجع لـ single string اللي هو رقمك الجامعي. الرقم الجامعي هذا هو عبارة عن address للبلوك اللي موجود عندها unique address. فيش مجال طلاب اثنين ياخذوا نفس الرقم اللي موجود عندها. وبالتالي لما أنا بتكلم لما الداتا بتترتب إذا أنا بدي أخذ الريكورد أدخله لفانكشن والفانكشن تحدد المكان اللي بتخزن بتحدد عنوان اللي بتخزن فيه الريكورد هذه الآلية بنسميها هاش فايل بسميها هاش فايل. صار في عندي هيب فايل سورتيد فايل وهي في عندي الهاش فايل. لكن عملية السيرش في الهاش فايل مشكلة بقدرش أدور على أكبر من أو أقل من بقدرش أتكلم على انترفل دائما بتكلم على الإيكوال لأنه كل ريكورد له أدرس مختلف. الهاش فيلد اللي موجود عندي عادة بسميه اللي هي الأرجومنت تبعت الفانكشن اللي احنا ذكرناها فوق بسميها الكي فيلد. الهاشينج كذلك هي عبارة عن internal structure internal search structure وأنا بقدر أطبقه على one field بشكل مستقل. الآن الانترنال هاشينج هي عبارة عن تيبل. يعني الآن بدي أنظر للهاش فايل هو عبارة عن تيبل of location جدول في مجموعة من العناوين. ثابتة العناوين معروفة مسبقا وعددها ثابت. الآن لو كانت الهاش فانكشن اللي أنا هستخدمها بتديني نفس الرقم هذا لطلاب اثنين مختلفين بنقول الدات عملت كولجن والأصل إنه لا. فالكولجن مفهومه بالهاشينج الكولجن لما يكون الفانكشن اللي عندي راح تدتني نفس الادرس لتو ديفرنت ريكوردز. الآن في عندي هاش فيلد اللي هو الارجيومنت لما أنا فعليا بدخل الهاش فيلد هذا بروح بديني الادرس. يعني تخيل إنه أنا في عندي two different object object one و object two دخلتهم على هاش فانكشن خلينا نرمز لها بالاتش وراحت الهاش فانكشن في الحالتين اعطتني نفس الادرس. هان هيك بصير انا بقول انه صار في عندي ايش كولجن. كيف بدي احل الكولجن؟ اما بدي اعتمد على شغله بسميها الاوبن ادرس انه انا فعليا الادرس هذا هو مجرد على عنوان مفتوح وبياخذ اكثر من فاليو او اعتمد على التشيننج انه هذا الرقم صار عباره عن بياخذ في اخره بوينتر والبوينتر بروح بسلمني لكمان ادرس بياخذ في ريكورد وبياخذ كمان بوينتر وهكذا. او في عندي المالتيبل هاشينج انه انا ممكن اطبق اكثر من هاشينج موجوده. في الاخر هي الان الداتا سيت تبعتي ومسكنه وين في مجموعة من البوزيشن في الانترنال هاش. يعني الجدول هذا هو عبارة عن مجموعة من الريكوردز من زيرو لأم عددهم أم مزبوط عددهم أم من صفر لأم خزنت هان في عندي أم من الادرسز بقدر أحتوي أم من الريكوردز بالحجم المعروف بالنسبة لي. الآن في حالة الكولجن في حالة التصادم ممكن أحله بالتشيننج. الآن أنا المفروض بأقف لحد هاي الداتا اللي عندي من صفر لأم هاي فعليا الأدرسز الموجودة. لو صار في عندي عناصر زيادة أو صار في عندي تصادم بالإضافة للداتا فيلدز بدي أضيف بوينتر السالب واحد تعني أنه هذا ما فيش إله منتهي بينما الأدرس هذا بده يشير لمين للنكست إليمنت للمفروض أنا بدي أتعامل معه اللي هو هان أم زائد اثنين للإليمنت اللي هان
وممكن في عندي مكان ما للأم زائد واحد وهكذا. الآن هذا من صفر لأم بنسميه الأدرس سبيس، بينما من أم إلى الرقم اللي احنا بنتكلم عليه بغض النظر بنسميه الأوفر فلو سبيس، يعني صار في عندي تدفق. ولاحظ انه الربط هذا هو عبارة عن التشين اللي انا بتعامل عنه. بالاكسترنال هاشينج ديسك معناته انا التارجت تبعتي الادرس سبيس واللي هي مبنيه من مجموعه من البوكيت، والبوكيت ممكن تكون 1 ديسك بلوك او مجموعه من الكونتيجوس بلوكس. بين قوسين يعني لما انا بسمع كلمه اكسترنال هاشينج معناته مباشره انا هصير اتعامل مع البوكيت، بدي عناوين لبوكيت والبوكيت ممكن يكون 1 ديسك او اكثر. الهاشينج فانكشن هتاخد او هتعمل ماب لمين؟ للكي او الهاش فيلد خلينا نسميها، مع مين؟ مع الريلاتيف بوكيتس المناسبه اللي لها. طبعا التيبل في الفايل هيدر بروح بياخذ البوكيت نمبر تو ديسك بلوكس ادرس، لانه في الاخر الداتا او الاوبريتنج سيستم هيتعامل مع ديسك بلوكس مش هيتعامل مع بوكيت، وبالتالي انا بده يصير عنوان اول بلوك في البوكيت هو بيمثل عنوان البلوك الموجود. ممكن يصير في عندي كوليجن ممكن، لكن فعليا التعامل معها هيكون اصعب من في موضوع البلوكس. الاستاتيك هاشينج معناته انا قاعد بتكلم على انه فعليا انه ما فيش في عندي عدد ثابت من البلوكس او عفوا من البوكس اللي انا بقدر اتعامل معها. هل ممكن تتغير؟ هل ممكن تتوسع؟ لا، عشان هيك اسمها static hashing. لما انا في الstatic hashing زي ما الان هاي في عندي البلوك نمبرز الادرس تبعتها هان في الديسك، يعني انا في عندي ام من البلوكس وين مسكنين؟ البلوك الاول هيو 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 هيو. فالان هذه فعليا انا قاعد باشتغل هذه كلياتها، يعني كل مربع من هذول بيمثل بالنسبة إلي بوكيت، كل مربع من هذه العناصر بيمثل بوكيت وهو عنوان هيوهان سواء كان وان بلوك أو أكثر في البوكيت اللي موجودة. تخيل أنه أنا الآن في عندي هاي المين بوكيت، بوكيت 0 بوكيت 1 بوكيت 2 بوكيت 3، لاحظ أنا في عندي مجموعة من الريكوردز. الآن لو البوكيت هذا بشير لنل معناته هذا البوكيت ما فيش شيء، الآن ما فيش شيء الهاش فانكشن لحتى الآن بتشتغل على يونيك ادرس في داخل البوكيت. في حاله انه البوكيت انتلى لانه في الاخر ثابت وواضح من الصوره، هم بتكلم على 3 ريكوردز في البلوك الواحد في البوكيت الواحد عفوا، وبالتالي لما انا بدي اجي اشتغل هان معناته انا فيش عندي نيكست بوينتر. طيب الان لو صار في عندي اوفر فلو انتلت هي مثلا في البلوك الاول في بلوك بوكيت 1 عفوا، في البوكيت 1 مليان بدي اضيف عناصر جديده بدها تنضاف على البلوك هذا، جابت لي اياها الفانكشن الهاشينج فانكشن الموجود، معناته حصير في عندي بوينتر بصير للادرس اللي موجود عندي هان، والريكورد هذا بصير هان، وفعليا صار في عندي اوفر فلو اوف بوكيت. لكن لاحظ انه كل ريكورد صار بعد هيك مستقل، هل هو بشير لريكورد ثاني ولا، يعني بين قوسين البوكيت على المرحلة الأولى، بعد هيك بصير في عندي أوفر فلو بوكيت وكل ريكورد بينضاف له ريكورد بوينتر لأنه ممكن يكون بشكل مستقل. لكن في داخل البلوك الواحد اللي هان أنا ما فيش عندي بوينترز خلاص لأنه كله جاي نفس السيكونس 3 2 1 7 6 1 1 9 1. الآن بدي أضيف عليهم يعني بحط بلوك بوينتر وما فيش رقم هان، دلالة انه الفانكشن زادت لي، بما انه صار في عندي الهاش فانكشن تعمل لي جنريت ادرس وانا بدي 951 حمشي مع البلوك بوينتر هي. الان اي 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 فانكشن او اي بلوك جاي من اتجاه الهاش فانكشن اللي بتوديني على البوكيت 1 الان بعد 981 حتصير اتبع البوينتر اللي هان، مش حصير اعمل سيرش في داخل البوكت الواحد، لا حصير اتبع البوينترز، يعني هان ما فيش بعد هيك. بينما البوينتر هذا اللي هي 182 جاي من بوكت 2 من بوكت 2 ومن ثم بوكت 2 عماله بودي لها،
يعني بكل بساطة يا جماعة الخير ممكن أنا أطلع أقول والله هاي البوكت صفر لأنه صفر صفر بوكت واحد الفيرست ديجيت واحد 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 الاثنين اثنين تسعة تسعة وهكذا. الآن صار في عندي اثنين طب هل شو هل جمع هاي مع هاي لأنه الأوفر فلو بوكت ما لش علاقة بالهاشينج مطلقا. طيب وبالتالي الآن أصبح في عندي بما أنه صار في عندي أوفر تشينينج أو اللي احنا سميناها التشين على البلوك أو على البوكت معناته صار في مجال نتكلم على دايناميك هاشينج أو الدايناميك تكنيكس اللي ممكن تخدمني في الهاشينج. وبالتالي الهاشينج بشكل أساس ممكن تسمح لي بالدايناميك فايل إكسبانشن، ممكن تسمح لي بتوسعات الملف الموجود. في عندي الإكستنسبل هاشينج، إكستندبل هاشينج، وهنا معناته أنا بقاعد بدي أزيد من عناصر الهاش اللي موجود عندي هان. وفي عندي الدايناميك هاشينج ممكن أعتمد على تري أو التريز ستراكتشر تري، وممكن على اللينير هاشينج عشان فعليا أقلل أو أصغر حجم البوكت بدون ما أحتاج لدايركتوري. تعال خلينا بس نشوف هنا على السريع، احنا متفقين انه الهاش فانكشن هيها في عندي هاش فانكشن بتاخد مني الفيلد او الفاليو تبعت الهاش فيلد وبتعمل جنريت للادرس، بتاخد الفال بتعمل مود لمثلا بدي افترض انه 2 اس كي. لو الكي هذه مش موجودة عندي، لو الكي هذه مش موجودة عندي معناته انا بكل بساطة لو الكي هذه مش موجودة معناته أنا قاعد بتكلم على مدة تنين. مدة تنين يعني في عندي two different locations، لكن تخيل قلت أنا 2 أس 1 معناته أنا بتكلم على زي ما قلنا two locations، 2 أس 2 صرت بتكلم على 4، 2 أس 3 صرت بتكلم على 8 locations، 2 أس 4 وإلى آخره. إيش الكي يا جماعة الخير؟ هذه last key bits في الكود اللي موجود عندي. طب عشان نفهم اكثر خلينا نتصور انه انا هي في عندي كي وهي الهاش ادرس. لو انا اجيت قلت كي ايكوال 2 معناته انا بتكلم على اللاست بيتس هذول، لاست تو بيتس 0 1 0 0 0 1 0 0 1 الى اخره. ممتاز. الان والبوكت تبعتي بتسمح لي انها تاخذ 2، تخيل انه البوكت تبعتي بتاخذ فقط 2 values أو 2 records أو 2 keys اعتبرها بالشكل هذا. الآن خزنت الثمانية هذول، لو أنا بدي هاي السبع عناصر اللي عندي أنا خزنتهم تبعا لهان بناء على إيش؟ صفر هادي وهادي بيجوا في نفس البوكت، يعني واحد وثلاثة مع بعض. الآن اثنين وأربعة بيجوا مع بعض لأنه صفر صفر مظبوط، كذلك خمسة وستة مع بعض هيهم، والسبعة لحال لأنه ما فيش حدا إلها. فبالتالي هي صفر صفر حطينا اثنين وأربعة لأنه عملت ماتش هان وهان، صفر واحد لاحظ هاي. لكن في حالة إنه صارت في عندي الكي ثلاثة بمجرد إن آخر ثري ديجيتس أنا بدي أضم لهم هذا صرت 2 أس 3 بتكلم على 8 لوكيشن. طيب صارت ايش في عندي انا الان؟ 0 طبعا والمفروض بالاكستندد بده يحتوي السابق ويقدر اضيف له جديد لكن ترتيب جديد فعليا. الان لاحظ 2 هيها سكنت هان هاي الاثنين. الآن أربعة اجت معاها في نفس المكان. طيب الآن بعد هيك الواحد صفر واحد صفر صفر واحد صفر هيها سكناها هان. الثلاثة واحد واحد صفر واحد واحد صفر هيها أي الثلاثة سكنت هان عند الواحد. لاحظ كمان مرة الآن هاي العناصر كل. ليش الواحد اجت عندي هان؟ واحد صفر واحد واحد صفر واحد لأن هي المفروض تيجي من خلال الإكستنسبل اللي موجودة عندي مسبقا، وأنا الآن في تغيير العناصر اللي موجودة عندي فيها هنا. طيب الآن هذه الدايناميك اللي احنا بنتكلم عليها معناته أنا ممكن هيو
مع كل دايركتوري او مع كل، بحدد انه الماكسيمم ديبث تبعتي قديش، دي ايكوال 3 في الاكستنسبل هاشينج. فكل بوينتر بده يشير لبلوك، والبلوك هذا بيحاول بيعالج لي فئه معينه من الادريسز بناء على الحاجه اللي موجوده انا عندي. وبهيك صار في عندي هاي اكستنسبل. في موضوع الدايناميك، انت تخيل لما اتكلم على التري، التري هاي بمجرد يا جماعه الخير ان انا اضيف انترنال نود، يعني احول البوينت هذه لانترنال نود. انترنال نود يعني صار فيها عندي نقطتين، اما صفر او واحد، وكل واحده فيهم او بين قوسين. تخيل انه انا ضفت هنا كمان نود، معناته كل هذه صارت في تري، في برانش، وهذه في برانش ثاني، وبالتالي الدايناميك اكستنشن سهله جدا. الان في الميكست ريكورد، في الفايل ميكست ريكورد، لو كانت الان فايل اوف ميكست، لو كانت الريكوردز تبعتي ميكست، شو يعني ميكست؟ فعليا مخربطه، ما لهاش حجم واضح، انا بدي اخزن بيانات من اكثر من جدول الى اخره. الريليشن شيب هان او العلاقه بينهم، الاصل في لوجيكال فيلد هو الريفرنس تبعته، وفي عندي فيزيكال كلاسترنج للداتا اللي موجوده عندي. يعني لو انا نظرت لهان للبيانات اللي موجوده عندي، يعني عندي رقم الموظف والجدول، رقم القسم، تاريخ التعيين، رقم الموظف اسمه عفوا، والفيرست نيم واللاست نيم، تمام. والان لو انا اجيت نظرت هان، لقيت انه في عندي هاي الرو اورينتد، ان الداتا تخزنت تبع للروز، يعني كل رو هان اخذ رو، بينما ممكن انا اخزنهم على اعمده، بحيث انه يصير هاي في عندي هان العمود هو بيمثل الريكورد اللي موجود عندي هان. كذلك ممكن اعتمد على الباير تري، حنشوفها لاحقا مع شابتر الاندكس، وممكن نتكلم على الكولوم بيزد ستوريج. اخر شغله عندنا في الشابتر تقريبا، او الشغله اللي قبل الاخيره، حنتكلم عن البارلل اكت ديسك اكسس. طبعا في عندي، لما يكون في عندي انا اكثر من ديسك، معناته في عندي ريدندنت اندبندنت اري، او في عندي الريدندنت اري اوف ان اكسبنسيف، لانه زمان كانوا يسموه ان اكسبنسيف لانه الديسك الكبير حجمه حيكون سعته كبيره، فكانوا بيستعيضوا عنه بمجموع باري من الديسك الصغيرة في الحجم. الهدف الأساسي من الـ Redundant Array of Independent Disk، أو زي ما حنطلق عليها RAID أو الرايد، مش هنختلف كتير، Improve Disk Speed and Access Time، بزيد بحسن من أداء الديسك. وطبعا هاي في عنده من 0 ل 6 مجموعة من الليفلز. طبعا هنا الداتا بتتوزع، ستريبنج المقصود فيها هان التوزيع البيانات او تقطيع البيانات، اما على البيت ليفل او البلوك ليفل. البيت ليفل البيت ليفل. الان طبعا هذا بحسن البرفورمانس تبع مع الريد، اللي هي الداتا لما تكون عندي التقسيم عليه. الان في عندي ليفل زيرو، طبعا لما انا بتكلم على الريدندنسي، مفهومها الريدندنسي يا جماعه الخير عشان بتكلم على ميرورنج او شادوينج، يعني نفس الداتا موجوده عندي على اكثر من ديسك، هيك بصير في عندي ريدندنت. الداتا موجوده على اكثر من ديسك بنسميها ريدندنت داتا او شادو ديسك. الان الليفل الاول اللي حتكلم عليه مع الريد ليفل زيرو، وهنا بقسم فقط البيانات، ما فيش فيه تكرار. يعني انت تخيل انه انا فعليا في عندي الديسك، عندي تو بارلل ديسك موجودات عندي هان، الريكورد البلوك الاول، البلوك الثاني، البلوك الثالث، الرابع، او في خلينا نقول انه فعليا بده يقسم الداتا بشكل متساوي ما بين القرصين. يعني لو انا بالمثال هذا افترضت انه الديسك فايل او الداتا فايل تبعي مكون من 8 بلوكس، من 8 بلوكات، وبالتالي البلوكات هاي بدها تتقسم بالتساوي ما بين التو ديسكس. ديسك 0 بياخذ 1 3 5 7، والديسك 2 او ديسك 1 بياخذ 2 و4، البلوكات او البلوكس من 2 و4 و6 و8. يعني بين قوسين ما فيش عندي تكرار للداتا، وعباره عن مجرد سبيتنج
stripping للداتا، نقسم الداتا بشكل متزامن او عفوا متساوي على الديسك. بينما في ريد 1، ريد 1 معناته انا بتكلم على ميرورينج ديسك، كل اللي موجود في الديسك رقم صفر بيكون موجود في الديسك رقم واحد، وطبعا هان بحافظ على انه لو فقد الديسك الديسك الثاني بيقوم فيه. لكن هان في ريد 0 انا فعليا صحيح بسرع الوصول للداتا، لانه ممكن انا اقرا من تو ديسكس بشكل متزامن بسرعه، وهيك بصير انا عمال وكانه في عندي عمال اثنين بيتعاملوا بجيبوا لي البيانات بجيبوا لي البضاعه تبعتي اسرع ما يكون عامل واحد اللي بده يجيب البضاعه هاي. لكن هنا انا فعليا قاعد بعمل ميرور، انه انا بعمل نسخه احتياطيه من الديسك اللي موجود. في ليفل 2 انا في عندي شغله بنسميها الايرور ديتكشن مع الهامينج كود، وطبعا هذا ضاف شغله بسميها الباريتي. لاحظ انه من ديسك صفر لاربعه، الاربع اقراص الاولى هذه استخدمها لتقسيم الداتا، يعني بين قوسين قسم الداتا بينها بالتساوي وكانه طبق عليها ليفل زيرو. بينما اربعه وخمسه وسته راح ضاف لي عليها شغله سمى لي اياها الباريتي او البلوك باريتي، بحيث انه يقدر من خلالها، هي عبارة عن هامينج كود تمام، بيستخدموها من اجل انه لو صار في عندي مشكلة على سبيل المثال في اي بلوك من البلوكات هذه بقدر اجيبها انا من خلال الثلاثة اللي موجودة عندها. يعني بين قوسين ديسك من اربعة لستة هذه موجودة من اجل الايرور ديتكشن. فريد ثلاثة راح دمج الباريتيز اللي كانت موجودة سابقا، هدول الثلاث أقراص دمج لي إياهم فين؟ في قرص واحد. قال لك بما أنه يعني هاي التوزيع تبعتي 1 2 3 4 5 6 هدول للداتا، وبقسم الداتا بينهم eventually بشكل متساوي، لا أنا بكفيني ديسك واحد لإيش؟ لموضوع الباريتي والإيرور ديتكشن اللي موجود عندها. طيب الآن هذا في ثلاثة. في أربعة قال لك يا عمي إحنا بدنا نروح الديسك اللي موجود عندي هان بنفس مبدأ ثلاثة، لكن قال لك توزيع الداتا مش على مستوى البيت، على مستوى البلوك. يعني أنا بقدر أجي أقول إنه الفرق ما بين أربعة ليفل أربعة وليفل ثلاثة إنه من ثلاثة وانزل كله بتكلم على البيت ليفل ستريبينج. من ثلاثة وانزل كله بتكلم على البت ليفل ستريبينج، بينما في أربعة بدي اتكلم على البلوك داتا ليفل أو البلوك ليفل ستريبينج، بدي اقسم تبعا لبلوكس. يعني بين قوسين كان بوزع مجموعة من البت سابقا، الآن لا، بده كل البلوك بالكامل بده يكون موجود في الديسك اللي موجود عندي هان. طيب الآن وحافظ على وجود الباريتي، يعني هدول للداتا، هدول للداتا وهذه لايش؟ للباريتي عشان يعمل ايرور ديتكشن اند كوركشن. لكن في كانت نظريه واضحه عندي انه لو هذا الديسك ديسك 3 انا ضرب مش حقدر استرجع البيانات لا في 4 ولا في 3. فايش قال لك؟ قال لك بما انه ديسك 3 موجود خليني اوزع الباريتي على الاقراص، يعني بين قوسين الريكفري او الهوفمان كود اللي بدي استخدمه في موضوع الديتكشن انا او الهامين كود اللي بدي استخدمه في الايرور ديتكشن اند كوركشن، بدل ما يكون في ديسك واحد خليني اوزعه على الاقراص. يعني مثلا البلوك او الملف الاول بدي توزع از بلوكس على ديسك 0 1 و2 هيو، معناته الباريتي ديسك او الكوركشن داتا تبعته بتكون موجود على الديسك التالي، على الديسك الأخير الرابع عفوا. بينما إذا كانت الداتا تبعتي على بي واحد الداتا فايل الثاني بي واحد على ديسك صفر، ديسك واحد، ديسك ثلاثة، طب وديسك اثنين بيحتوي على الباريتي أو الكوركشن انفورميشن الموجودة وهكذا. طيب خمسة بإيش يفرق؟ زي ما قلنا إنه فعليا الداتا ديستريبيوشن أكروس أول ديسك، بطل في عندي ديديكيتد ديسك لمين؟ للباريتي زي ما قلنا سابقا. طب هل هذا بدي هذا كويس انه انا فعليا لو فقدت الديسك
ممكن الداتا بالكامل تظل عندي صحيحه ويكون انا فقدت بعض اجزاء البيانات. في 6 في ليفل 6 راح قال لك يا عم انا ممكن اروح اطبق بعض السكيماز اللي لها علاقه بالريدندنسي بحيث اني احافظ على الداتا اللي موجوده، وراح وهذه السكيما بتحميني انه فيش تو ديسك بيفقدوا او بيفقدهم مع بعض. بين قوسين لاحظ انه صار بيتكلم على باريتي الاولى والباريتي الثانيه، يعني لو انا فقدت هذا بقدر بفقدش هذا، لو فقدت هذا بفقدش هذا، وبهيك انا صرت بقدر اعمل ريكفري للداتا في اي ديسك انا فعليا بفقده موجوده عندي هان، وبهيك صار في عندي ريدندنت داتا اللي هي الريدندنسي عفوا اللي بنتكلم عليها اللي لها علاقه بالباريتي. ولاحظ انه الديستريبيوشن او لاحظي انه الديستريبيوشن برضه موجوده على التو ديسك مثل ما كانت وين في موضوع الليفل 5. وبهيك بنكون انتهينا من الريد. طبعا الان بالخلاصه في عندي العشرة البعض بقول او 1 و0. ايش الصفر؟ قلنا هي عباره عن توزيع، والواحد عباره عن ميرورينج، معناته انا ممكن يكون بدل ما يكون في عندي 2 ديسك يكون في عندي 4 ديسك، بحيث اني اطبق مبدا الداتا ستريبنج على مستوى البيت او اروح اعتمد على الريدندنسي. كذلك ممكن اتكلم على 1 و15 ان شئت، او 5 و0، بلاش نقول 15 وان كانت برضو واردة بنفس الكيفية، 50 او 5 0. هذه معناته انا بتكلم على داتا ستريبنج على مستوى البيت، وهنا بتكلم على موضوع الباريتي عشان اتكلم على الايرور ديتكشن. لكن فعليا انا عندي 3 و5 هما الاكثر استخداما تمام، والمفضلة في حالة وجود large volume of storage لما أنا بدي أخزن بيانات كثيرة. هذه صورة عامة على الريد. الآن في الـ A بتكلم على mirroring of two disks، بينما في 5 بتكلم على stripping للداتا، والباريتي هذه أصبحت موجودة، هي الباريتي تبعت الـ B، الباريتي تبعت الـ C، الباريتي الخاصة بالـ D. آخر شغلة على السريع هنمر عليها، في عندي بعض المودرن ستورج اركيتكتشر. الان الستورج اركيتكتشر الستورج اريا نتورك الان هي عباره عن اونلاين ستورج بريفرال، يعني انا في عندي ديسك بده يكون مشبوك اونلاين مثل الكلاود زي ما احنا بنعرفها اليوم از نود، لكن هذه بتكون كملف او كنقطه معروفه عندي هان موجوده جزء في الشبكه. يعني انا في عندي هاي سبيد نتورك وفي عندي نود عفوا الحمد لله، وانا في عندي نود مخصصه لموضوع التخزين. طبعا فور فن يعني ما فيش كورونا عندي الحمد لله رب العالمين، وهذا الفيديو مجرد ايش، وهذا العطسه طبيعيه ان شاء الله. والحمد لله بعاد يعني عشان ما حدش يشرب من القاع. طيب الان النوع الثاني اللي هي نتورك اتاتش ستورج، لان انا فعليا في عندي سيرفر ديديكيتد سيرفر مستخدمه من اجل الفايل شيرنج. انا كان في عندي هان وحده تخزين مشبوكه على النتورك، يعني عندي ديسك او في عندي ستورج ديسك ما فيش عليه اوبريتنج سيستم، وانا حاطه في الشبكه ممكن ابعث عليه بيانات من خلال الشبكه، هذه سميناها سان. بينما الناس نتورك اتاتش ستورج هي عباره عن ديديكيتد سيرفر يستخدم كفايل شيرنج، وهذا بيساعد على تحقق موضوع السكيلابيليتي والريليابيليتي والفلكسابيليتي بالبرفورمانس، والاي سكازي كذلك. من الاون مودرن ستورج كذلك الفايبر شانل اوفر اي بي، في عند الفايبر شانل اوفر ايثرنت، وفي عند الاوتوميتد ستورج تيرنج اللي هي بتكلم على الطبقات وبنعتمد ممكن يعتمد على السوليد ستيت، في عند الاوبجكت بيز ستورج. وبهيك بنكون احنا انتهينا من الشابتر اللي موجود ان شاء الله تعالى. الان مع نهايه الشابتر هذا بكون حاضر اكتملت الموضوع شرح الشابتر، حنحط على المود المجموعه او فورم من اجل الدسكشن. فبتمنى اللي عنده اي سؤال في موضوع الشابتر هذا يضيف لنا اياه على الفورم وانا برد عليكم، والفورم حيكون طبعا مفتوح للنقاش في اي سؤال. وفي الختام أتمنى لكم السلامة دائما وأبدا، وإن شاء الله نلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.